خديجة رضي الله عنها هي أول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. خديجة بنت خويلد هي première madame of محمد صلى الله عليه وسلم. لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. Prophet محمد صلى الله عليه وسلم était avec خديجة, l'autre madame. لماذا؟ لأنها امرأة كملها الله سبحانه وتعالى. À cause pour quelle raison c'est qu'il était madame que Allah سبحانه وتعالى completely pour Prophet محمد. بشرها الله سبحانه وتعالى ببيت في الجنة. الله جل في علاه دوني بون نوفيل كان لا كاس بولي دا جنة. لماذا؟ لأنها لم تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم قط أبدا ولا مرة واحد. أكوز إبان زمان ريبون أتري دا جيسكيشون أفيك بوفيت محمد صلى الله عليه وسلم كمام إفوا إبان زمان ولم تغضبه قط. إبان زمان فاني أقولي نعم. عندما ماتت خديجة رضي الله عنها لتا خديجة إن كتسا الدنيا إموين عليه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة النبي صلى الله عليه وسلم إما يابك سودة. سودة رضي الله عنها احتضنت أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. سودة كن فعلي إن برانكا أفك بن زفان بوفيت محمد كن فعلي خديجة. إذن كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان لها دورا في الدعوة, في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, مؤازرة الدعوة, مناصرة الدعوة. يجي على طوبى المدام بوفيت محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول فزود سويد الدعوة كيف بوفيت محمد صلى الله عليه وسلم من فينا فيك.